بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الأحبة في الله، ابتدأنا في المرة السابقة في الكلام حول أهمية الأخلاق، حول منظومة الأخلاق في الإسلام، حول هذا الجانب الخطير الذي متى أهملته أمة فقد كتبت بيدها شهادة وفاتها، كتبت بيدها شهادة وفاتها وشهدت على ضياعها. وإذا كان الناس يتحدثون عن الانفلات الأمني وخطورته، فانفلات الأخلاق أخطر ولا شك. من أجل ذلك قطعنا الحديث عن كثير من مواضيع الواقع، ولكن سنتطرق إلى بعضها بإذن الله تعالى، خشية أن يضيع منا الأصل، أن يضيع منا الأصل. وانحراف أخلاقنا كأمة وكمجتمع إنما هو ولا شك مؤثر. تكلمنا عن الأخلاق، عن أهميتها، كيف راعى الشرع الأخلاق، كيف أمر بها الله عز وجل في كتابه، وأمر بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه في سنته، حتى أن الله عز وجل حينما وصف رسوله وصف ثناء ومدح قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وحتى أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن منظومة الأخلاق إتمامها إتمام للدين كله، وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حتى لما سئل صلى الله عليه وسلم مرة: ما الدين؟ قال: حسن الخلق. وقال: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وسئل عن المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها وهي دنيئة الأخلاق، قال: هي في النار. آيات كثيرة في كتاب الله تحث على الأخلاق، وأحاديث كثيرة ذكرنا بعضا منها أيضا تحث على مكارم الأخلاق. سير كتبها الله تبارك وتعالى لأنبياء ومرسلين في كتابه تبين لنا كيف كانت أخلاق الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وما كل هذا إلا لحثنا نحن على إحسان وتحسين أخلاق. وجاء السؤال: هل يمكن للإنسان أن يغير من أخلاقه؟ والإجابة في اختصار وقد مرت: نعم يمكن.
نعم يمكن وإن كان على درجات متفاوتة، بمعنى أنه يمكن أن تغير آثار أخلاقك التي لا تستطيع أن تغيرها. أنت مجبول على أخلاقك، أنت فطرت خلقت أساسا وفيك بعض الأخلاق، وقلنا أن الناس كلهم ليسوا على درجة واحدة في جميع الأخلاق. هذا أحلم من هذا وهذا أغضب من هذا، هذا ألطف وأصبر وهذا أحد وأشق. نعم يختلف الناس، ويشهد لهذا حديث أشج وفد عبد القيس زعيم وفد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرع الوفد جميعا للدخول على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتأنى أميرهم حتى ربط الدواب ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول له رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. ويسأله الرجل: جبلني الله عليهما، خلقهما في أم أنا تخلقت بهما؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلك الله عليهما، خلقك فطرك على هذه الخصال، أنت فيك أنا، فيك صبر، فيك طول بال عن غيرك. فقال: الحمد لله الذي جبلني عليهما. إذن الإنسان فيه أخلاق، فيه طباع، ولكن يمكن له أن يهذب الآثار، يحاول أن يجتهد على نفسه في ألا ينفذ هذه الأخلاق، لا يترك لها العنان. ويأتي هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الرجل فقال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. وهل الغضب، هل الغضب يمكن أن تتحكم فيه، تلغيه، تغلق زر الغضب؟ لا، لكن يمكن أن تمنع الآثار. إذا تحكم فيك الغضب الذي سيحثك على ضرب أو قتل أو سب أو شتم، امتنعت عن القتل، تمنعت عن الشتم، عن السب قدر الإمكان. لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. ثلاث مرات يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، وكأن الدين كله في ترك الغضب. نعم، لأنه كلما تحكم في غضبه كلما كان أسهل عليه أن ينقاد لأوامر الله، كلما تحكم في غضبه كان هذا من باب سد أبواب الشر الكثيرة التي تأتي من باب الغضب. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الطريقة: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبين لنا أنه يمكن أن تتحكم في آثار أخلاقك، هذه مرحلة من مراحل تحسين الأخلاق. وكل إنسان يعرف في نفسه أمورا أخلاقا معينة، إذا حدث موقف تعرف أنك الآن سيأتيك صفتك اللازمة المحركة لك، فتتصرف على طول مباشرة بما يمنعها. ويأتي وسيلة نبوية شريفة مبينة هذه الطريقة، مبين أن من أحس بغضب فليقم، إن كان قاعدا فليقم، وإن كان قائما فليقعد، وإلا فليتوضأ. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الطريقة في التحكم في آثار الغضب، ويبين لك أنه ليست القوة أن تصرع الناس وأن تضربهم وأن تقتلهم، إنما القوة الحقيقية أن تتحكم في نفسك، لأنك إن لم تتحكم في نفسك وقت غضبك فليس لتحكمك في نفسك قيمة. قيمة التحكم في النفس عند الغضب، لماذا؟ لأن هذه التي ستتحكم آثار الغضب، هذه هي الدرجة الأولى.
أن تتحكم في آثار أخلاقك. أما الوسيلة الثانية أو الدرجة الثانية أن تهذب من أخلاقك التي لا تحبها والتي تريد أن تتحكم فيها، أن تقلل منها. والله تبارك وتعالى قد نبأنا على هذه في كتابه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. تحتاج إلى تربية، إلى تدريب، حتى تزيد من أخلاقك الحسنة وحتى تقلل من أخلاقك الخبيثة. أنت عندك شيء من الكرم وعندك شيء من البخل، تحاول أن تنمي في نفسك، تنفق في نفسك، تضغط على نفسك حتى تنفق. في المرة الأولى يكون في المرة الثانية الأمر أهون، يكون في الثالثة الأمر أهون، وهكذا حتى تتعود. وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. الحلم صفة في الإنسان، والصبر أساسه صفة في الإنسان، لكن كلما تصبرت كلما تحلمت يوسع الله تعالى عندك هذه الصفة. هذه وسائل عملية يا إخوة الكرام، ليست للقول إنما للتدريب. واجب عملي تفعله في بيتك، في نفسك ومع أسرتك. وسيأتي الوسائل الأساسية التي تستطيع أن تكتسب بهذه الأخلاق. لكن ابتداء يمكن، نعم يمكن. وسيلة أولى منع الآثار للسيئة، وسيلة ثانية التهذيب، التقليل من الصفات السيئة، والتقوية للصفات الحسنة بتمرين النفس على الآثار وعلى الأعمال. أما الوسيلة الثالثة وهي الأقوى، الاستبدال. الاستبدال، هناك أخلاق ما ينفعش فيها أنك تقللها، بس لازم تلغيها تماما، كالكذب. فلا يمكن أبدا أن أقول لك الكذب قلل منه شوية، لا، الكذب لازم تلغيه من حياتك. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. شخص بيكذب لازم تلغي الكذب من حياتك، لازم تلغيه وتحط مكانه الصدق. عندنا الغزوة تبوك، والثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة، وبعد أن رجع الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مش ثلاثة بس، كان في أكثر، كان في مجموعة كبيرة، لكن كلهم كانوا من المنافقين. وكان في ثلاثة من المؤمنين ليسوا من المنافقين، ولكن الصورة العامة تحكم بأن كل الذين تخلفوا عن الغزوة منافقون. وآتى المنافقون يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول كنت مشغول، وهذا يقول كنت تعبان، وهذا يقول كان عندي. فقابل منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة. الثلاثة دول كانوا مؤمنين، كانوا صادقين. والصدق صفة من صفات أهل الإيمان. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالإنسان قد يستهين بالكذب، يستهين بالكذب من ابنه، يعرف انه بيكذب عليه ويكلمه اوعى تكذب تاني، وهو عارف انه يكذب وعارف ان الحركه، مش متخيل خطوره الامر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بالخطوره، انه هيكذب هيفجر. تقول ولد يشرب مخدرات، تقول ولد يا زني، تقول ولد يسرق، تقول ولد يحتال، تقول ولد يا كذا يا كذا، يفعل ويفعل، ولا أدري من أين أتى هذا الخلق. أتاه من يوم أن تهاونت معه مرة في الكذب، لأن الكذب يهدي، يدل، يؤدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فلا بد من استبدال هذه الأخلاق، لا بد أن يتحرى الصدق.
تكون حريص تمام الحرص من نفسك ابتداء ألا تكذب إطلاقا. وأي خلق تريد أن تزرعه في نفوس أبنائك تحراه أنت في نفسك أولا. وأي خلق تريد أن تمحوه من أبنائك ابتعد عنه أنت أولا. أنت راك ابنك الصغير، وهذه نصيحة لي ولكم ليست خاصة بأحد، أنت تريد من ابنك الصغير ألا تكذب، إياك أن تكذب مرة ولو مزاحا أمامه. فالابن الصغير يرى الصورة المثالية في حياته أبوه وأمه، ثم هو يرى في البيت أنهم يتعاملون بهذه الطريقة، صار شيء طبيعي بالنسبة له. أبوه يقول لأمه ما حصلش حاجة وهو حصل، أمه تقول له ما حدش اتصل وهو 10 اتصلوا، خلاص صار عادي. فصار يسأل حصل ما حصلش، حد اتصل ما حدش اتصل، عادي جدا. لماذا؟ لأن الأمثلة أمامه تكذب. بعد فترة صار هذا خلق فيه، صار لا يستطيع أن يتركه. وهذه الأخلاق لابد أن تمحى من حياتك. الكذب، الزور، بغض أهل الإيمان، الاستهزاء بالدين، الاستهتار بأمر من أمور الشرع، هذه أخلاق، هذه أخلاق وآثار أخلاق لابد أن تبتعد عنها تمام الابتداء. الابتعاد لابد أن تلغيها من حياتك، ولابد أن تستبدلها بالصفة الحسنة. ولذلك الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة بعد أن أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى المنافقون اعتذروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسكت عنهم صلى الله عليه وسلم، خلاص نقول نكاكا، خلاص تفضل، كنت مريض تفضل. ولكن هؤلاء الثلاثة لا يجدون أعذارا حقيقية يعتذرون بها، ولا يستطيعون أن يكذبوا. حتى قال راوي الحديث وهو أحد الثلاثة كعب بن مالك رضي الله عنه، قال: وجاءني الناس يقولون لقد اعتذر الناس، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فاعتذر مثلهم. كل الناس راحوا اعتذروا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم، لكن هو يعرف شيئا آخر، يعرف إن كان الكذب سيخرجه من الحرج الآن فلن يخرجه من الحرج أمام الله. فلذلك لم يكن ليعتذر عن شيء هو يرى أنه ليس عذرا، فظل متحرجا من أن يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان معه رجلان ثلاثة، وظلوا أكثر من 50 يوم محاصرين حصارا معاملاتيا، لا يتكلم الناس إليهم ولا يقبلون من أحد كلاما حتى السلام. حصار صعب جدا من أمة راقية متحابة في الله مثل أمة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا في درجة كما وصفهم الله عز وجل. حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم. انظر إلى هذا الشعور بالاختناق بسبب الصدق. نعم، فقد يحرجك خلق حسن يمنعك من أن تفعل ما هو أسوأ. الأسوأ الكذب. انظر، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وهذا أهون من أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أتاهم الفرج، ويقول كعب بن مالك: والله يا رسول الله ما أنجاني إلا الصدق، مش ما ضيق علي إلا الصدق، لا، ما أنجاني إلا الصدق، وإني أعاهد الله ألا أكذب بعد ذلك أبدا أبدا. كان لا يتكلم كلمة إلا ويتحرى فيها الصدق رضي الله تعالى عنه. إذن هذه المراحل الثلاث:
غير آثار الأخلاق التي فيك، هذبها، قلل منها، نمي الحسن. كثير منا يقول أنا أخلاقي هكذا، لا، لا بد أن تدرب نفسك على تغيير أخلاقك. وإذا كان هناك أخلاق لا يقبل فيها أي درجة، لا بد من أن تمحى، مثل الكذب، مثل الغرور، مثل الكبر. الكبر، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة، وفي رواية مثقال حبة خردل من كبر، حتى ولو كبر بالعلم الشرعي. إنك تتكبر على الناس إنك أعلم منهم شرعا لا تدخل الجنة. صحيح عندك علم يدخلك وعندك كبر يمنعك. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هكذا كان يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهل من وسائل نستطيع أنا وأنتم أن نجتهد فيها، أن نربيها في أنفسنا وفي أبنائنا وفي زوجاتنا وفي الناس، حتى يخرجنا الله من هذا المأزق الذي نمر به؟ نعم، هناك وسائل نذكر بعضا منها. أولها الإخلاص. هذا السؤال لابد أن تسأل فيه نفسك، أنت لماذا تريد أن تحسن أخلاقك؟ لله. يعني إيه لله؟ يعني مش عاوز حاجة من الناس. يعني أنا أصدق مش عشان الناس يقولوا علي صادق، ده بالعكس، ده ممكن الصدق أحيانا يضيق علي في بعض الأمور، ممكن الصدق يضيق علي في بعض الأعمال، ممكن الصدق يضيق علي في بعض التجارات. بعض التجار، وهذه صفة سيئة، يعتقدون أن الكذب كأنه مهنة، كأنه مهنة، كأن الكذب لا يحاسب عليه الله عز وجل. ينصرفون فور الأذان إلى المساجد، ثم إذا خرجوا من الصلاة اشتغلوا في الكذب. شيء عجيب جدا. لا، ليس الكذب هو الذي يربحك، الله يرزقك، الله تعالى يرزقك. الصدق من جاء، وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، سكة تانية خالص غير التي يريدها الكذابون. الكذابون لا ينظرون إلى الجنة ولا ينظرون إلى البر، إنما ينظرون إلى الدنيا، ينظرون إلى المكاسب الدنيوية، لكن قد تؤدي إلى النار، قد تؤدي إلى النار. الإخلاص. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياتك أنت التي تعيشها، طعامك وشرابك، تعاملك، كلامك، كل هذا لماذا تفعله؟ من تقصد فيه؟ الله، الله تبارك وتعالى، مرضات الله، رضا الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قد لا يتصور هذا المعنى. لا، أنت لماذا تعمل؟ تكسب. لماذا تكسب؟ عشان تأكل أنت أولادك. تأكل ليه أنت أولادك؟ عشان تشبع وتمنى. يبقى إذن كالأنعام، الأنعام أكثر سعيا منك. الأنعام تمشي إلى الغابات، تمشي إلى الجبال، وتأكل أكثر منك، وتطعم أبنائها أكثر منك، وتجامع الذكور الإناث أكثر منك، إذن هي أحسن. لا، ليس هذا هو المقياس. المقياس أن لك غاية في هذا الإطعام، لك مقصود، لا تتكسب إلا لأن الله أمرك بالتكسب، ولتأكل ولتشرب، ولا تأكل ولتشرب إلا لتقول على طاعة الله وتستقيم الحياة، ولا تطعم أبنائك إلا لأن الله أمرك بإطعامهم، ثم هذا طلب منهم. أولا أنت تريد مرضاة الله، وضياع هذا القصد ضياع للنية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن أنت تريد أن تحسن أخلاقك لله. أنا أريد أن أترك كل كذبة وأتحلى بكل صدق لله.
أنا أريد أن أتواضع. لماذا؟ التواضع قد يعبر عنه عند بعض الناس بأنه ضعف، لكن أنا حتى ولو وصفوني بأني ضعيف لكني لم بغي أن أتواضع لله، لأن الكبر كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ردائي والكبرياء ردائي، فمن نازعني أحدا واحدا منهما خذلته ولا أبالي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي. أنت تتخلق بالأخلاق الحسنة لله، أنت تربي أبنائك على الأخلاق الحسنة لله، أنت تسعى إلى إصلاح أخلاق زوجتك لله ابتداء. لماذا نتخلق بالأخلاق الحسنة؟ أولا تقصد بذلك وجه الله، لازم تنمي في أخلاقك الإخلاص، لازم تسعى إليه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يا أخي دي لا إله إلا الله لا تقبل إلا إن قصدت بها ربك خالصا من قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حماد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إنما اللي يقولها كده عشان الناس يقولوا عليه ده مسلم ويكرموه ويحسنوا إليه هذا لا يدخل بها الجنة، لكن عاوز يجني الثمار لابد أن يخلص في قولها لله تبارك وتعالى. تقول دي عبادة، أقول لك وأخلاقك في البيت عبادة، وأخلاق زوجتك وأخلاق أبنائك عبادة، والأخلاق اللي بتأمر بها الناس عبادة. أما الأمر الثاني في تحسين واكتساب الأخلاق الحسنة فهو العلم. طبعا كيف تعرف الأخلاق الحسنة من الأخلاق الخبيثة؟ الأخلاق الحسنة معروفة عند الناس كلها. مين قال لك إنها معروفة عند الناس كلها؟ مين قال لك؟ هم الأوروبيين دول مش ناس؟ هم الكفار اللي في أمريكا واللي في الدول الأخرى مش ناس؟ والكفار مش موجودين في أمريكا وأوروبا بس، لا موجودين في أمريكا وأوروبا وفي مصر وفي كل الدنيا، كما أن المؤمنين موجودين هنا وفي أمريكا وفي أوروبا وفي كل الدنيا، لكن الكثرة فين فقط؟ البوذيون الذين يعبدون البقر دول مش ناس؟ ناس ناس، وعندهم أخلاق، عندهم أخلاق، لكن عندهم أخلاق دنيئة وعندهم أخلاق حسنة، الدنيئة أكثر. هل اعتبارهم أن هذه أخلاق تعتبر دي أخلاق؟ هل إذا كان الرجل بجامع المرأة من باب الحرية الشخصية في أوروبا مش دي أخلاق عندهم؟ هل لأنهم يفعلوها تصير دي أخلاق عندك؟ بعض الناس المفتونين بالغرب والعياذ بالله يعتبرون هذه أخلاق، فيقولون ينبغي أن نكون كالأوروبيين في كل شيء حتى أن نكتب كلامنا من اليسار إلى اليمين، وحتى نأكل بشمالنا، وإن استطعنا أن تكون في بطوننا نفس الديدان التي في بطونهم. شوف أخلاقه أو ده واحد من العرب، واحد من اللي كانوا يوسدوا أنه هو عميد الأدب، ثم ماذا يقول؟ أهو ده يريد أن يتخلق بهم في حتى في كتابة من اليسار إلى اليمين، في الديدان التي في بطونهم ينبغي أن تنتقل إلى بطوننا. شوف انظر إلى أي شيء. طب أنت من الذي تقتدي به في أخلاق؟ لابد أن تتعلمها، لابد أن يكون لك نظر في كتاب الله ونظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تعرف الأخلاق الحسنة إلا من الدين. أبوك وأمك فيهم أخلاق حسنة لكن قد يكون فيهم أخلاق سيئة، أتتهم من خارج الدين، أتتهم من الجاهلية. هل الجاهلية التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكون عندهم أخلاق؟ كان عندهم أخلاق كرم، ضرب بهم المثل شجاعة، قيل فيهم الأشعار، ولكن كان عندهم أخلاق خبيثة. امتهانهم للمرأة، احترافهم للزنا، رفعهم للربا، أخلاق خبيثة. فكل أناس يمكن أن تكون فيهم أخلاق حسنة أتتهم من الأنبياء السابقين أو من أهل الحكمة، ويمكن أن تكون فيهم أخلاق خبيثة أتتهم من الشياطين وأهل الشر. ما الحكم؟ كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. إذن أول حاجة العلم، تاني حاجة العلم، أول حاجة إخلاص النية، لازم تخلص نيتك لله. أنا ليه عاوز أبقى كويس؟
لأرضي الله. طب عشان أبقى كويس أخلاقي دي منين أعرف إن أنا كويس؟ هات الميزان الذهب الحساس، الشرع، القرآن والسنة. الشيء الثالث، لا بد وأن تصل إلى قناعة إلى أنه لا بد وأن تلتزم الأخلاق الحسنة التي في كتاب الله، وأن تبتعد عن الأخلاق الخبيث. هذا غير أنك تعرفها، لأن إحنا لو مسكنا الناس اللي في الشارع اللي ما بتصليش تقول له إيه أحسن حاجة عند الناس اللي في الجامعة، تقول لك الصلاة. طب ينفع حد ما بيصليش؟ لا. مسلم ما بيصليش ينفع؟ لا. طب أنت بتصلي؟ لا. الله. طب أنت منين أحسن حاجة؟ أقول لك ربنا يتوب علينا. نفسي أصلي يا عم الشيخ. نفسك تصلي؟ سلام. يعني أنت لو نفسك تاكل أكلة ما بتروحش تشتريها؟ طب ونفسك في الصلاة ما تخش الجامعة تصلي؟ طب لو نفسك تشتري أكلة بتروح تسعى وتجيب فلوس طب نفسك في الصلاة حد ما بياخدش منك حاجة؟ شيء عجيب. لأنه مش مستشعر خطورة الموضوع. لأنه عارف زيك بالظبط، ما أنت عارف أهمية الصلاة وأهمية الصدق. يقول لك لا إلا الكذب يا عم الشيخ. العمر في حياتي بفضل الله ما كذبت أبدا، وهو كذب في كلماته هذه لأنه كذب قبل ذلك كثيرا. طب إذا كنت أنت تعرف، كل الناس تعرف، لكن مش مستشعر خطورة هذا الأمر، مش مستشعر خطورة الكذب، مش مستشعر خطورة الكبر، مش مستشعر خطورة الظلم. تقول الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة والعياذ بالله. ما ماشي في ظلم، الناس كلها المؤمنين ماشيين في نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والعياذ بالله انت ماشي في الظلمة. لا إله إلا الله، نسأل الله العافية يا رب. دنيا ظلمة وخوف ورعب ونار، وقودها الناس والحجارة، وملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الناس اللي ماشيين في نور نفسهم خائفون. وشوف بقى اللي عليه ظلم كمان والعياذ بالله تعالى. المنافقين ماشيين شايفين الناس نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. المؤمنين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، والمنافقين والعياذ بالله تعالى يأتيهم بعض النور، وده من الرعب من الخوف، ده مخيف أكثر. يأتيهم بعض النور وهم في وسط الطريق يطفئ النور، بعدين يأتي نور وبعدين يطفئ، زيادة في الخوف. فيقول المؤمنين ذرونا نقتبس من نوركم، عايزين نورونا بس حتة كده. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. رعب وزيادة في الرعب والعياذ بالله تعالى. استشعار خطورة الأخلاق الحسنة وآثارها، واستشعار خطورة الأخلاق الخبيثة وآثارها. قال سبحانه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. آخر حاجة أتكلم عنها في وسائل الأخلاق الحسنة هذه المرة، ربطها بالعقيدة. الأخلاق مرتبطة بالعقيدة ولا شك. فإن المؤمن الذي يعتقد أن الله وحده هو رازقه والقادر عليه هو أقوى الناس قلبا في قول الحق، هو أقوى الناس قلبا في قول الحق والدفاع عنه، هو أقوى الناس قلبا في رفض الباطل، أقواهم عقيدة وأقواهم إيمانا، أقواهم عقيدة وأقواهم إيمانا، هو أقوى الناس قلبا في شكر الله وفي رفض الزور. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. صاحب المواقف الصادقة هو المؤمن بس، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر
فكان خيرا له. واسمعوا إلى الحديث إن روح القدس قد نفث في روعي. روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام قد نفث، ألقى في روعي في قلبي وفي عقلي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، أو تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. فأجملوا في الطلب، أجملوا يعني اختصروا في الطلب، أو أجملوا في الطلب يعني اطلبوا من الله بأدب وبأخلاق، لأن لك رزق ولك أجل سوف تستوفيه، فكن حسن الطلب. ولن تموت نفس حتى تستكمل ما كتب الله له من أجلها ومن رزقها. واطلبوا ما عند الله بطاعته، فإن ما عند الله تعالى لا ينال بمعصيته. إيه اللي بيخلي الناس تكذب وتزور؟ ضعف الإيمان. ما تقوليش المجتمع كله بقى كده، لا، ضعف الإيمان بتاعنا هو اللي خلى الرشوة واللي خلى الكذب واللي خلى البهتان واللي خلى السرقة. الذي عنده مليار لسه بيفكر يسرق تاني ليه؟ عنده مليار. واللي عنده اتنين واللي عنده تلاتة، والأرقام التي صرنا نسمعها، صار المليون رقم تافه لا يتكلم فيه الناس، ليس لأنه محتاج. المشرف على 100 سنة عيش كم سنة تاني عشان يصرف 200 مليار ولا 300 مليار؟ وليس شخص واحد، ده فيه عصابة كبيرة عندهم الملايين، ليس للحاجة، إنما ضعف في إيمان. خايف لا تسلب منه هذه الأموال، فبيزودها احتياطي من حلال من حرام، يأتيه شرع في الطلب فيؤدي إلى الصورة التي ترون، ضعف الإيمان. إذن الإخلاص معرفة الأخلاق الحسنة ومعرفة الأخلاق الخبيثة، وهذا لا يكون إلا من شرع الله. ضرورة الشعور بقيمة الأخلاق وبقيمة أثرها في الدنيا والآخرة، ربطها بالاعتقاد. نكتفي بهذا القدر. أقول قبلي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن كما حسن خلقتنا أن يحسن أخلاقنا، نسعى في ذلك ونستعين بالله. وذكرنا اليوم بعضا من الوسائل ونستكملها في مرة قادمة إن شاء الله، لكن كلامنا عن الأخلاق وهذا أمر مجتمعي لابد أن نسعى فيه جميعا، لابد أن نتكاتف فيه جميعا في تحسين أخلاقنا، لأننا جزء من المجتمع، وصلاح جزء من المجتمع يعني صلاح المجتمع كله. ولا تفكر أبدا في متى ينصلح الناس ثم تنصلح أنت، لا، فكر في أن تنصلح أنت فسيصلح الله تبارك وتعالى الناس. الواقع أننا الآن في وقت صعب، وصرت أقول في كل مرة نحن الآن في وقت صعب، نعم منذ فترة، ولا أقصد بوقت الصعب أن فيه ضوائق، فالناس كعادتها في طعامها وشرابها في كسبها وما تعيش، وإلا فالناس في بلاد أخرى في فترة مثل فترتنا يقصفون كل يوم ويقتلون كل يوم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن إخواننا في سوريا، ويتم النصر على إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين، وأن يفرج عن البلاد المضطهدة التي لا ترى لها مخرجا إلا أن يخرجها الله تعالى من أزماتها، في الفلبين وفي الصومال وفي إريتريا، هذه بلاد مقهورة مضطهدة، وفي بورما منذ أن ولدت أنا وهم في أزمة، فنسأل الله أن يفرج عنهم، اللهم آمين. لكن نحن خطورة الأمر عندنا أننا نمر بمرحلة صعبة، صعوبتها تأتي أنها محاولات مستميتة من العلمانيين في الداخل وأصحاب الأهواء وأصحاب الدنيا في الداخل، وينصرهم أشباههم وأساتذتهم في الخارج. وصار الأمر مكشوفا، صارت أمريكا تدفع بالملايين للضغط على الحكومات، ومنها حكومتنا والمجلس العسكري، لإبعاد الإسلام عن الحكم. كلام صريح،
وصارت وزيرة الخارجية تأتي وتريد أن تقابل الثوار في ميدان التحرير التي كانت لا تكلم رئيس الدولة. صارت تنزل الشارع وتروح الميدان ما وقف الأتوبيسات عشان تقابل لخطورة هؤلاء، لأثرهم صار لهم صوت مسموع. فالعالم كله الآن لا يريد أن يصل الإسلام إلى الحكم، هذا أمر ما فيهوش كلام، لكن نحن عندنا صور واضحة وخطوات. الأول كانوا محطين علينا حكام ظلمة فجرة لا يحبون الله ولا يحبون الدين، وصاروا على ذلك زمن، آخرهم الحكم الأخير 30 سنة، أسوأهم وأقبحهم. يظهر ذلك في بغضه للدين وسبه للدين وموالاته لإسرائيل، صورة كلكم تعرفونها. لكن كان حرب على الإسلاميين بانتظام، وهم كانوا فزاعة للغرب، وتعرفون كلمة فزاعة كل شوية يسيبهم يطلعوا بمظاهرة ويقول يلمهم ويقول للغرب شايفين أنا مسيطر على الموقف، ابعت المعونات، يروح بعت له المعونات 4 مليار، 2 يخشوا البلد و2 يخشوا جيبه، وماشية الحكاية على كده على طول. سقط هذا، ربنا أسقطه. بقي الآن ناس حاكمين، مجلس عسكري هو من القديم، مش حديث، لكن يريد أن يزن الأمر. وجد الإسلاميين خرجوا من القمقم وأثبتوا وجودهم، وهذه كانت حقيقة لهم. والدليل على ذلك أن الحكام السابقين بكل جبروتهم لم يستطيعوا أن يقضوا عليه، لنصرة الله ليس لقوتهم، لنصرة الله وإعانته له. طب ماذا يفعل الغرب الآن؟ يريد أن يمرر أي تحجيم، يعني إن لم يستطع المنع التام هو يريد تحجيم. هذا التحجيم مشاورات مستميتة بين القوميين والمجلس القومي اسمه مجمع القومي ولا ايه، والديمقراطي والحزب الديمقراطي والغزالي حرب، وهذه العصابة كلها تريد أن تضغط على المجلس العسكري، وهؤلاء ممولون من الخارج. خلاص الكلام ده باش في كلام، 6 ابريل والجمعية القومية للتغيير، وكل دول ممولين من الخارج، مش هنتكلم في الحكاية دي ممولين ولا مش ممولين. صار الآن يضغطون على المجلس العسكري، يريدون أن يوقفوا وصول الإسلاميين. لو مش يصح هيوصل الإسلاميين لا محالة، بل الخطورة على الإسلاميين أنفسهم إنهم لما يوصلوا للحكم ما عرفوش يعملوا حاجة، هي دي الخطورة. لكن إن شاء الله تعالى لن يكون فيهم واحد أجهل من حسني مبارك، ما فيش حد، كلهم إن شاء الله تعالى عندهم من الفهم وعندهم من الدين، وهذا يوسع الفهم إن شاء الله تعالى، وعندهم من نصرة الله تعالى، ويكون عندهم من الخبرة. إذا اجتمعت الأمة كلها، مش معقول 80 مليون ما فهمش الذكي مثل هذا الرجل الذي كان. لكن كما قلت منع الإسلام تماما صعب، مستحيل إن شاء الله. سكوت الإسلاميين مرة أخرى أيضا يجب أن يكون مستحيلا، لأن الإسلاميين إذا قبلوا حلول وسط، الخبثاء هؤلاء محترفون، يوصلك لغاية نص السكة ويرجع يعملك تاني. ما الذي حدث في 52؟ نفس الذي يحدث الآن هو الذي يحدث في 52. خرج عبد الناصر والشلة العصابة التي كانت معه، وكانوا قلة، مش ممكن أبدا يكون العدد ده يعمل ثورة يقلب البلد ويمسكها. تكاتف مع الإخوان، ثم في وسط الطريق اختلف عنا له أن يقلب الإخوان لسبب أو لآخر، قد يكون من أسبابه أيضا جماعة المسلمين. ثم في أحدث اختلافا معهم، فنزل الإخوان إلى الشارع مثل المظاهرات التي تحدث الآن، لكن كان عدد قليل، نزلوا إلى الشارع وكادوا أن يقلبوا الحكم. فخرج لهم من المجلس العسكري في وقتها أن يا جماعة ارجعوا إلى أماكنكم وبيوتكم وننفذ ما تقولون، هذا عبد الناصر. فالناس كان بيسمعوا الكلام، رجعوا إلى بيوتهم، وكانت هذه نهايتهم. رجعوا لبيوتهم عشان يتكلموا الصبح، بالليل انتهوا جميعا، وصار المعتقل مذبحة لهم يشهد بها التاريخ. وكان أستاذ التعذيب لهم فؤاد علام، اللي هو الموجود الآن المستشار الأمني اللي بيطلع لنا في التلفزيون كل شوية، هذا كان أستاذ التعذيب لهم، كان نقيب.
المهم الآن ما الذي يحدث الآن؟ يراد نفس القصة، يراد أن يصطدم الناس الإسلاميين خصوصا بالقيادة العسكرية. اصطدم الإسلاميون بعبد الناصر فعمل فيهم اللي عملوا في 52 بعد سنتين من الثورة سنة 54، والآن لا، عاوزين يستعجلوا شوية، بدل ما يخلوها سنتين عاوزين يخلوها سنة، ولذلك يؤخرون الانتخابات. طيب الآن لا يراد هذا الصدام، الإسلاميين واعيين المرة دي، مش عاوزين يعملوا صدام مع المجلس العسكري، يوم يعملوا إيه؟ يعملوا التفاف آخر عن طريق بعض القنوات الخبيثة حتى يستصدروا وثيقة مش تمنع الإسلاميين بقى، لا تمنع تطبيق الشريعة. يعني الإسلاميين كلهم وصولهم صعب، طب وبعدين نمنع اللي هم عايزينه، الإسلاميين عايزين يعملوا يطبقوا الشرع، طب ما نعمل حاجة تمنع تطبيق الشرع، يعملوا إيه؟ يعملوا وثيقة يسمونها فوق دستورية. يعني إيه فوق دستورية؟ يعني يتفقوا على حاجات بحيث لو جه أي دستور حتى ولو الشريعة تحكم بهذه القوانين. فلو قال ان في المواد الفوق الدستورية ديت يتفق الناس على قانون بحيث لا يخالف اخلاق المجتمع، كلمة جميلة، يقوم بعد ذلك يقول من اخلاق المجتمع ان هم يمشوا عرايا، يصير الشرع لا يستطيع ان يمنع العري في الشارع. ليه؟ لان هناك في مواد فوق دستورية تمنع مخالفة اعراف الناس، وهكذا كوسيلة ممكن يحط مواد تحكم الشريعة، تصير الشريعة بعد كده مفرغة من حقيقتها، وهذا الذي يرد. هي دي كلمة المواد فوق دستورية، صار هذه الكلمة حساسة بالنسبة للإسلاميين، لغوها لهم وحطوا لهم وثيقة شرف. هي نفسها، هي نفس الفكرة، انه يحط حاجة تحكم اي قانون يوضع بعد ذلك. وظيفة الإسلاميين أن يرفضوا أن يكون شيء فوق أي أحد إلا القرآن والسنة، كلام بصريح. إذا قالوا الموضوع حله بسيط، إيه المشكلة الآن في كل الذي يحدث ده؟ دستور، حط دستور موافق للشرع الإسلامي، بما أن الناس كلهم مسلمين، غالبية البلد مسلمين، حط قانون لا يخالف الشريعة الإسلامية، بس مع مراعاة الأقباط، مع مراعاة الأقباط، وتنتهي القضية، واعمل بعد كده اللي انت عايزه في الانتخابات وغيرها. لا، الاسلاميين المفروض مش قصد عندهم ان يبقى عضو في مجلس الشعب او عضو في مجلس الشورى، لا، هو يريد ان يأتي بالدين الى الحكم، هذا امر واضح وصريح، مش عاوزين نحكم بغير شرع الله، كلام صريح واضح، وهذا لن يخالف لا اخلاقنا ولا عاداتنا، لان احنا مسلمين، واحنا والعياذ بالله ناس كفرة جايين من بلاد اخرى، نحن مسلمون نريد الإسلام، شيء مطلب طبيعي جدا، لكن هذا الذي يرد. فيجب علينا أن نكون مستيقظين لهذا الأمر، نحن لا نريد مواد فوق دستورية، لا نريد وثيقة تحكم، وإن قال بذلك بعض الإسلاميين، حتى لو قال شخص أو شخصين أو ثلاثة أو عشرة أو مية يرفض كلامهم. ليه؟ لأن احنا عندنا قانون كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا الشرع، بس خلاص حكمت القضية. هذا لابد أن ننتبه له. هناك شبهات كثيرة يثيرها العلمانيون، لكن ليس هذا وقتها، لعل يكون لنا مرة أخرى نتكلم عن بعضها، لزحزحة الشريعة من الطريق. يريدون الآن أن تحدث صورة أن يحدث انتخابات والإسلاميين يخشهم عشان يرضوهم، ولكن بنسب ضعيفة، وأن يكون العسكر هم حامون لذلك، مثل يحدث في تركيا، العسكر الجيش يحمي العلمانية، نحن لا نريد علمانية في السكة خالص، نحن لا نريد إلا الإسلام فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن القول والعمل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأخلاق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأعمال. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بالعبادة فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وأفضل رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.